صحتك اليوم. نحن وياكم رح نشوف الزراعة بالمنازل تأثيرها والاهتمام الكبير كمان من قبل المشاهدين والناس. ليك ما أحلاه بالطبيعة. روجي معوض صاحب إحدى المشاتل، صباح الخير بجبال المشتل. صباح الخير روجي. صباح النور. يعطيك العافية، حلوة القعدة. أنت بالمشتل بجبال؟ أنا بمشاتل الفلوريس ببسيتا بجبال بالضبط، وموجود بالحديقة بقلب المشتل. نعم، خبرنا اليوم أي الاهتمام أكثر، هو بالخضار بالزراعة أم بالزهور بالنسبة للناس؟ خاصة أنه رح نشمل سؤال ثاني، كنا معودين يكون في سوق للأزهار بمثل هالأيام. فعلا نحن مزرعي الازهار والشتول بلبنان على طول تعودوا علينا الناس انه فصل الربيع ببلش معنا بالمعرض يلي بنعمله، كنا بالكارانتين كل سنه. نحن مجموعه من المتابعين يلي من كل لبنان، من الجنوب، من الشمال، من البقاع، من بيروت، من الجبل. انما السنه كورونا ما خلتنا، ما قدرنا عملنا هيدا المعرض للاسف، لانه حفاظا على الناس وحفاظا على صحتنا كمان، وان شاء الله بتمرق المرحله بخير ان شاء الله على الجميع. نعم. انما الناس كثير عم تتواصل معنا وعم تسالنا اذا رح نرجع نفتح. للاسف السنه ما حنفتح هيدا العام. نحن لنا 16 سنه عم نعرض تحت. نعم. العالم تعودوا علينا ونحن واوفياء معنا كل سنه، وبيشجعوا المزارع للازهار وللحدائق وللبلكونات. هلا نحن السنه كلنا بمشاتلنا، الناس عم تيجي لعنا اذا فيها المشاتل فاتحه، لانه في قرار من الحكومه انه المشاتل فيها تفتح. بقى نحن موجودين بالمشاتل وبيقدروا الناس يجوا لعنا. هلا نحن شو عملنا السنه خلافا لكل السنين وبزياده عن الزهور اللي نحن انتجناها السنه، نحن توجهنا السنه للخضار للخضره لحتى نساعد الناس ونتعاون نحن وياهم مشان انه يستفيدوا من هالمرحله ويزرعوا اراضيهم اذا عندهم اراضي جنب بيوتهم، او بحبوا بدل ما يزينوا شتل عادي على البلكونات فيهم يزرعوا، فيهم يزينوه باحواض خضره، شيء كثير حلو، وهالشيء بيستفيدوا منه ستات بيوت بقلب البيت، وبياكلوا خضره طازه خاليه من المواد الكيماويه وكل هالشيء. نعم، اليوم البعض عم بيقول انه اسعار شتول الخضره اصبحت مرتفعه قياسا للسنوات الماضيه، هل بسبب الاستيراد بالعمله الاجنبيه للبذور؟ طبعا المزارع عم بيعين بشكل يوم. اصلا الناس ما بتعرف انه المزارع بيشتري مواد بالدولار، يعني الادويه والاغذيه والبذره اللي بتيجي من برات لبنان والاريجيشن وكل القضايا هيدي كلها منا بالليره اللبنانيه، لانه التجار اللي بيستوردوا عم بيبيعوا المزارع بالدولار. ومثلا البيتموس مثلا كنا نشتريه مثلا اعتبر ب 20 دولار، 20 دولار كان بيعمل 30,000. نعم. اليوم ال 20 دولار صارت 80، صارت 80,000، يعني حتى على الليره اللبناني غلي كثير، يعني من هيك العالم يمكن ما بتقدر تعرف انه المزارع قد ايه عم بيعاني، قد ايه عم يدفع مصاريفه. نعم، استاذ روجي، اليوم شو اللي فيهم يزرعوا بالبيوت يلي ما عنده جنين حول البيت، يعني بالاحواض ممكن ياخذ حوض كامل مثلا من عندكم، شو فيه؟ شو بيقدر يكون زارع فيه؟ طبعا نحن هلا بدنا نحكي عن يلي هن يعني عن يلي بنعتبره اماتور، نحن منه المزارع يلي عنده ارض 10 دنم وعم يزرع وعم يفلح وعنده تراكتور. هدول الجماعة هدول عندهم تاريخ بالزراعة وبيعرفوا، إنما الناس يلي بالبيوت بعد ما بيعرفوا. بنقدر نقول لهم إنه نحن كمشاتل عم نشجعهم إنه نحن بنزرع لهم بأحواض، بياخذوها بحطوها على بلكوناتهم ولو كانت صغيرة البلكون. في هلا طريقة إنه ينحطوا على إتاجات، يعني نحن عم نركب هلا عموديا، يعني عموديا مزبوط، بنحطوا الاحواض عليها هيك، ما بياخذوا مساحه كبيره، لانه بعرف كل الناس اللي ببيروت بنياتهم ما ببيوتهم ما عندهم مساحات كبيره. بس لازم يكون في شمس. لازم يكون شو؟ في شمس.
100% البوتاجيه بده على القليله 6 ساعات شمس بالنهار على نعم. القليله. نعم. شو بدهم يزرعوا؟ بقدونس؟ ايه انواع الزراعات. البقله، رشاد، عندك النعنع، عندك البندوره، هلا في الباذنجان والكوسه والخيار، هدول شوي بيعملوا مساحه، بينما الاشياء اللي براتيك اكثر هي حوض البقدونس، والبقله والروكا فولا والرشاد والكزبره، هدول نعم. اشياء ما بتاخذ كثير مساحات، يعني ما بتعلى كثير، وشو ما بيقصوا شو ما بترجع بتعطي، يعني بتقص اليوم المدام البقدونسي بعد جمعتين بترجع تاخذ مره ثانيه. بالنسبه للنباتات والازهار، هل كمان وضعها بخير السنه يما في كمان كارثه؟ حدث ولا حرج. على الكوارث. للاسف نعم. للاسف انه مزارع الازهار والشتول اكثر واحد في الوقت الحاضر متضرر من الكورونا، يعني اليوم نحن بنعرف انه عيد الام انرمى عشرات الالاف من البويات الاورتونسيا انرموا، وعندنا كمان بعيد الكبير، يعني عيد القيامة، العالم كلها كانت تيجي تاخذ شتول سيكلامان، كانت تيجي تاخذ جاردينيا، كانت تيجي صار الهم بمطرح ثاني. كلياتها السنة نحن أتلفت بشكل مش طبيعي. كنتوا وزعتوهم بدل ما تتلفون. نعم. نعم. كنتوا وزعتوهم بدل ما تتلفون تقدروا يوصلوا للناس بالاول. بدنا حدا يجي لعنا ما طيب سؤال اخير استاذ روجيه اليوم وسهلا فيهم بساعدهم، وفي عندي لا عندي اشياء، عندي كميات، اهلا وسهلا في الالوي فيرا، اهلا وسهلا للعالم، انا بساعدهم، نحن ما عم نربح بس نحن بدنا نضلنا اونلاين، بدنا نضلنا نحس انه نحن عم ننتج والعالم مقدره انتاجنا، اذا نحن بنعرف ما في مربح، خلص صرنا مقتنعين انه نحن كمزارعين نحن استاذ روجيه كثير صعب. استاذ روجيه سؤال اخير، الناس عم بتكون باعداد كبيره لشراء الخضار وزراعتها في المنازل؟ العالم عن جد هلا في فوره كثير حلوه، يمكن الكورونا اذا فيها نقطه بوزيتيف هي هيدي، خلت العالم ترجع لارضها، ترجع تفكر بالارض لحد البيت، تزرعها تستفيد منها، وعم بتعلم العالم تحب الشتله وتهتم فيها بايديها، هيدي شغله كثير حلوه. نحن بالمشاتل يعني المزارعين كلنا هلا متوجهين انه نساعد المواطن انه يزرع ونعطيه الارشادات الضروريه ونقول له كيف بده يزرع وكيف يهتم فيها، والاسعار صدقني استاذ عبدو انه الكوست برايس ما فيها مربح هالشغله، بس الشغله الحلوه انه عم نخلي انه هاللاين هيدا ينمو والعالم تضل تفكر بالخضار وبالبيئه. نعم. نحن بدنا نشكرك روجيه معوض صاحب احد المشاتل بمنطقه مستيتا جبال، شكرا لك لهذا التوضيح، ان شاء الله كل ايامك خضره يا رب.